اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هنكمل مع حضراتكم رحلتنا في المعرض الصناعي المقام داخل مركز مصر للمعارض الدوليه، وزي ما قلنا لحضراتكم احنا بنزور اربع معارض تحت سقف واحد. المعرض الاول ماكتك لتشكيل المعادن وماكينات السي ان سي والعدد ومعدات اللحام والقطع، والمعرض الثاني هاندلنج، ده خاص بمعدات المناوله ونقل الحركه والروافع والاوناش ومعدات التخزين. كمان عندنا ايرتك لتكنولوجيا الهواء المضغوط ومستلزماته، واخيرا عندنا معرض ايرث موفينج للوادر والمعدات الثقيله. زي ما قلنا مره ثانيه، هذا المعرض خاص بكل رجال الصناعه، كل واحد بيصنع حاجه لازم يزور هذا المعرض، هو عرس سنوي لاهل الصناعة، وبالتالي كنا لازم نزوره. وزي ما حضراتكم عارفين احنا بنزور هذه المعارض عشان نقدم النماذج المضيئة. خليكم معانا عشان نبدأ رحلتنا مرة تانية في معرض الصناعة. امبارح حضراتكم فرحتوا معانا بالمعرض الصناعي، والنهارده هنواصل رحلتنا المهمه مع الجدعان في القطاع الصناعي من خلال زيارتنا لمعارض ماكتك لتشكيل المعادن وماكينات السي ان سي والعدد واللحام، والتاني معرض ايرتك لتكنولوجيا الهواء المضغوط، والتالت هاندلنج اكسبو لمعدات المناوله والاوناش والمخازن، والرابع ايرث موفينج للوادر والمعدات الثقيلة. قلنا لحضراتكم أربع معارض تحت سقف واحد. وعلى عهدنا وجهنا الزيارة في المعرض الصناعي العملاق في مركز مصر الدولي للمعارض للشركات المصرية اللي بتخوض تحدي زيادة المكون المحلي في منتجاتها الصناعية. وزي ما حضراتكم عارفين القطاع الصناعي قاطرة من قاطرات التنمية وزيادة الدخل القومي، ومستحيل نقدر ننهض بيه من غير تحديث خطوط الإنتاج والمعدات ومناطق التخزين وتدريب وتأهيل العمالة وحمايتها، وبذل أقصى الجهود لاستبدال المكون المستورد في أي منتج صناعي بمكون محلي. دلوقتي إحنا في قلب جناح شركة نيدسكو اللي أسسها المهندس محمد البدري، اللي بيقدم الحلول الهندسية المتكاملة لإنشاء المشروعات الصناعية: أسمنت، سكر، زيوت، مكرونة، مطاحن، أعلاف، وهو من أهم المصممين في العالم لخطوط النقل والتداول والتخزين، ومتميز في الروافع الرأسية العملاقة والسيور الجنزيرية وبوابات توجيه الخامات بالتحكم الإلكتروني والسيور الحلزونية، وكل معداته بيصنعها بمكون محلي يتجاوز 90%. هنناقش المهندس محمد البدري رئيس شركة نيدسكو في إنشاء المناطق اللوجستية المصرية. ركزوا معاه، وعلى فكرة هو بيتكلم من قلبه. مهندس محمد البدري نيدسكو، أنا لما بلاقي مصنع وطني أنا بفضل وراه وبسنده وبقوة. حضرتك بتقدم لنا منظومات هندسية متكاملة لنقل وتداول الخامات اللي هي أساس أي صناعة في مصر، مفيش مصنع من غير هذه المنظومات الهندسية. ده حقيقي. حضرتك شاركت بقوة في صناعات أو مصانع ضخمة جدا تجاوز استثماراتها المليار دولار. حقيقي. خليني أسأل حضرتك، مصر بهذه المنظومات قادرة توصل لفين في الصناعة؟ سؤال صعب، ولكن أنا بتكلم عن صناعة وطنية قدرة إنها تنقل بلدها لحاجة تانية خالص، لمكان تاني خالص في الصناعة على مستوى العالم. ده حقيقي. هقول لحضرتك باختصار، معدات التداول والنقل والتخزين هي أساس خطوط الإنتاج في جميع المصانع. نيجي نقول أعنف الصناعات الخدمة الشاقة زي صناعة الأسمنت. مكونات المصنع إيه؟ مكونات المصنع هي عبارة عن محطات، والمحطات دي بتتم فيها عمليات معينة، وبين كل محطة ومحطة لازم يبقى فيه معدة لتداول ونقل الخامة من المحطة دي للمحطة دي. طبعاً عشان تبدأ مرحلة جديدة. عشان نبدأ محطة جديدة في الإنتاج. المعدات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي شرايين كل مصنع. طيب جوه المحطة نفسها من مرحلة لمرحلة داخل المحطة الواحدة برضو لازم تبقى فيه معدات تداول ونقل. وبالتالي احنا معدات التداول والنقل اللي هي شرايين المصانع الكبيرة تمثل
حجم أعمال قد إيه من قيمة المصنع؟ لا تقل عن 15%. بالإضافة إلى أن المحطات اللي بيدخل فيها معدات التداول والنقل هي أصبحت محطات كل التكنولوجيا بتاعتها موجودة عندنا بالكامل، فبالتالي أنت بقى عندك محطات كاملة أنت تمتلك التكنولوجيا والنهاو بتاعها، اللي هي تمثل كام من إجمالي حجم العمل؟ ما يزيد عن 70% من حجم الأعمال دي. تخيل يا أستاذ محمد لو معدة من المعدات دي وقفت، المصنع في الساعة يخسر كام؟ ملايين. المعدات دي امتلكت انت التكنولوجيا بتاعتها، هتقول لي انا اقدر اعمل تخزين لاي خامه؟ اه طبعا تقدر تعمل تخزين لاي خامه، لان اي مخزن ما هو الا رافع راسي وسير نائل بينقل الخامه. سير تريبنج زي ده بيعمل المخازن الافقيه، تقدر تخزن صويا، تقدر تخزن قمح، تقدر تخزن ذره. طيب تمتلك التكنولوجيا الرفع وتمتلك تكنولوجيا التريبنج، انت عايز تخزن قمح في صوامع رأسية، قد تكون الصوامع رأسية صوامع حديدية، قد تكون صوامع خرسانية، تستخدم مجموعة من الدراجات اللي احنا بنتكلم عليها، السيولة الجنزيرية دي مع الرافع الرأسي، يبقى انت قدرت تعمل منظومة التخزين. الحركة اللي بتصمم الكلام ده كله احنا اسمنا Design and Engineering Solution، بتقدم حلول هندسية مبتكرة في كل صناعة انت بتدخلها. يعني كل الصناعات اللي احنا دخلناها وشاركنا فيها، شاركنا فيها بقوة نتيجة لأن إحنا عندنا تكنولوجيا. مفيش مصنع في جمهورية مصر العربية من يوم ما أنشئت الشركة ما شاركتش فيه، وإحنا عندنا ريفرنس كبير جدا. إحنا نقدر نشوف الأبريشيشن ليترز اللي إحنا واخدينها من أكبر المكاتب الاستشارية الدولية، أكبر شركات شاركت معانا خدنا منها جزء من المعدات التخصصية بتقول فيه الكلام ده. إحنا لما روحنا نيديسكو في مصر شفنا الناس دي عندها ادفانسد نو هاو، الليتست تكنولوجي في الصناعه. انا بقول لك يا استاذ محمد انا مش عارف اقول ايه، انت النهارده لو انت تقول لي انا عايز اعمل تطوير في المواني، ايه المواني؟ انا بحب الغير على الصناعه، وانا غيور على صناعتك. وانا يعني لو انت شفت انا بتكلم ازاي، لو انت مش مؤمن بالقضيه اللي انت بتدافع عنها من 15 سنه ان مصر تمتلك كل الامكانيات اللي تاهلها انها تبقى دوله صناعيه عملاقه. وانا يمكن قلت مع في لقاء سابق قبل كده معاك لما سيادة الرئيس قال احنا نستهدف 100 مليار، والله العظيم 100 مليار ده قليل، المصريين يقدروا يعملوا اكتر من كده، بس المصريين عايزين الفرصه، ياخدوا الفرصه. مصر داخله على مرحله مهمه جدا في تاريخ الصناعه، وهي انشاء مناطق لوجستيه. عندي المعلومه. مصر شافت في العالم ان هناك تجارب مهمه جدا، سنغافوره وتايوان، تجارب عالمية في إنشاء المناطق اللوجستية حقيقي، تخزين وتصنيع الخامات. مصر النهاردة داخل هذه المراحل، نقدر نعمل ده من هنا ولا لا؟ المناطق اللوجستية نقدر نصنعها صناعة وطنية ولا لا؟ أكيد. بنسبة مكون محلي قد إيه يا باشمهندس؟ فوق 90%. طب ادينا النصيحة في هذه المناطق، أنا كيف ننشئها باستثمارات وطنية أقل من المستورد وبأعلى كفاءة؟ أنا هدي لسيادتك فكرة الأول يعني إيه منطقة لوجستية. تمام. مجمع صناعي خدمي يحوي ايه المجمع ده؟ انت بتعمل مجمع صناعي عبارة عن مخازن وصوامع تخزن فيها قمح، تخزن فيها ذرة، تخزن فيها فول صويا. يبقى انت حددت الطاقة اللي انت محتاج تخزنها قد ايه؟ قلنا مثلا 3 مليون طن 4 مليون طن متقسمين ازاي؟ دي ليها دراسة لازم تتعمل الاول، وهقولك تتعمل ازاي. خزننا احنا السلع الغذائية دي، بعدين هتعمل عليها قيمة مضافة. عندنا قمح، قمح لما نيجي قبل ما نعمل قيمة عليه قيمة مضافة هنقول القمح ده مقسمينه لثلاثة فيز. فيز الأولاني عندي تخزين طويل الأجل، يبقى ده قاعد ستوك عندي تأمين استراتيجي للدولة. عندي تخزين متوسط الأجل، عندي تخزين قصير الأجل. بعدين بروح قايل أنا جبت القمح وخزنته على أرض مصر، هعمل عليه قيمة مضافة عشان أقدر أصدره تاني. عملت مجموعة مطاحن، فالقمح طلعت منه دقيق وفت السوق المحلي، أقدر أدخل جوه أصدر جوه وأقدر أصدر بره. صحيح. طيب هو أنا أصدره دقيق، طب أنا ممكن أعمل كمان قيمة مضافة على الدقيق، أقدر أدخل أعمل مصانع مكرونة، فبالتالي أنت كمان عملت. طب لا ده كمان ممكن أعمل مصانع بسكويت، صناعات غذائية متعددة، يبقى أنا عملت قيمة مضافة من القيمة المضافة. هو احنا على قد السلع الغذائية الحاجات الغذائية بس؟ لا. طب ما انا كمان شوية كده جنب واروح عامل مجمع قطع غيار،
عندي سيارات قطع غيار سيارات، عندي سفن قطع غيار سفن، عندي 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 قطع غيار قطع غيار قطع غيار، عبارة عن ستورز مصانع يعني اندستري صغيرة متوسطة وصغيرة، تبقى عندي مدينة صناعية متكاملة. فأنا عندي حاجات كتير جدا. هل ده بس؟ لا، ده انت المناطق اللوجستية كمان بيتعمل فيها مدن ترفيهية، ويتعمل فيها كمان مدينة خدمية. ايوه، ما ده اللي معمول في المناطق الصناعية في مصر، ومدارس دولية. في مناطق صناعية في مصر خاصة معمول فيها مناطق ترفيهية ومدارس خاصة وفيها مطاعم فيها كل حاجة. مطلوب ايه بقى؟ مصر تعتبر محور دولي. طيب هو ايه المطلوب من المنطقة اللوجستية؟ ان تكون المنطقة اللوجستية مقامة على ميناء محوري. طب مصر فيها كم ميناء محوري؟ مصر كل موانيها محورية. حضرتك النهاردة مسؤول عن صناعة كبيرة جدا في مصر، وصناعة وطنية وبنسبة مكون محلي 90%. حضرتك بدأت توطين هذه الصناعة من 2005، ولكن الدولة بدأت تتحدث بقوة عن توطين الصناعة في 2014-2015. في الوقت ده حضرتك بدأت تسهر وتقول لهم يا جماعة احنا شغالين، يا جماعة خدوا بإيدينا. أحميك إزاي وأنت صاحب صناعة وطنية؟ هو يا أستاذ محمد، الدولة فيها قوانين وتشريعات تحمي فعلا الصناعة. سيادة الرئيس في سنة 2015 أصدر قانون اسمه أفضلية المنتج المحلي. ده صحيح. القانون ده كان تحت اسم قانون 5 لسنة 2015، والقانون ده الناس قعدت تتكلم فيه كتير، ان ناس بتدخل مناقصات ما بتكونش مغطية نسبة المكون المحلي اللي هو كان في وقتها تقريبا 50% أو 60%، كانوا بيترفضوا لأن هم مش مغطيين نسبة المكون المحلي. ثم الدولة رجعت الكلام ده تاني وعملت مراجعات وسمحت باستثناءات معينة في القانون برضو عشان تفضل المنتج الوطني المحلي. النهاردة لو احنا سيبنا بقى من ده واتكلمنا على نيديسكو، طب نيديسكو هل هي مش مطابقة لكل الشروط؟ لا، هي مطابقة لكل الشروط، هي 95% مكون محلي. تعالى انت ادخل بالقوة دي لما بتدخل مناقصة اللي بيحصل؟ لا، هو بيفضل الاجنبي عنك طبعا، وسيادتك بتاخد اقل درجة في التقييم لان انت بتصنع منتج محلي. احنا عايزين يعني بص يا استاذ محمد، بص الرئيس قال لك احلموا ما تخلوش حد يحبطكم، واحنا والله العظيم ما حد يحبطنا ولا حد هيقدر يحبطنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيفتتح معرض صناعي ضخم جدا وقف مع حضرتك كتير، وكان الملامح بتؤكد حالة رضاء كامل عن اللي هو شايفه. الحمد لله. ما قلتلوش ليه يا ريس ما بياخدوناش في المناقصات؟ الريس يعني مش يعني احنا من مش هنشايل الريس هموم، احنا واحدة واحدة. هو شايل هموم الصناعة. احنا واحدة 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 واحدة. امبارح هقول لسيادتك، امبارح كان عندنا سيادة وزير احمد سمير ما شاء الله عليه، وزير التجارة والصناعة. وزير التجارة والصناعة ما شاء الله عليه. هقول لحضرتك فلة، معلش بالمعنى يعني العامي كده، سير من السيور، مسك السير واحدة واحدة. دي بتيجي منين ودي بتيجي منين ودي بتيجي منين ودي بتيجي منين؟ طب احنا ايه؟ دي من مصر يا فندم، دي مصر يا فندم، دي متصنعة في مصر يا فندم، دي متصنعة. فقلت له يا فندم هقول لسيادتك ده 95% وادي المكونات اهي. قال لي لا احنا بنعمل كده، يبقى احنا كده اكتر من 95%. يا معالي الوزير، انا قلت له كده الرافع الرأسي ده، شاورت له عليه، قلت له يا معالي الوزير الصاج ده يا فندم بيجي لنا متصنع من بره، واحنا يا فندم هنا بنصنعه بالكواليتي دي. كميه المعدات دي يا فندم، المعدات المثيله في الصناعات المختلفه اللي بتستورد على حس مشروعات في الدوله تتعدى يا استاذ محمد 1.4 مليار دولار سنويا. احنا نقدر نسد الكلام ده نغطيه؟ نقدر نسد الغطيه. احنا 8 ورش انتاجيه بتشتغل ستيل ستراكشر اكتر ما بتشتغل معدات، لان انت ما عندكش حجم المشروعات اللي يغطي انتاجك. انا راجل بصنع صناعات هندسيه، انا النهارده بشتغل بصنع مواسير وبصنع ستيل ستراكشر. الستيل ستراكشر ده حاجه سنويه المفروض ان هو مع شغلي، انا بصنع الستيل ستراكشر عشان احط عليه المعدات بتاعتي، لكن انا ما بصنعش ستيل ستراكشر وتيجي معدات اجنبيه تركب عليه. حقك. وده خلي طب هو الشركات العالميه اللي بيجي لها المناقصات وبتاخدها ما بتجيش كده على جنب تتصل بالمهندس محمد البدري وتقول له والنبي انزل نفذ لنا ده تحت اشرافنا يعني خلاص يعني؟ ده مثال محلول ومكرر اكتر من مره. يعني هم بياخدوا مناقصه حركه اللي يتنفذ. محتاج ايه؟ عايز اعرف، عايز قواعد 1 2 3 عشان الصناعه دي تنمو وتزدهر في مصر. احنا مش محتاجين غير حاجه واحده بس،
البلد بتسن قوانين وتشريعات عشان تحمي صناعتها تتفعل تتفعل. ولما نيجي ندخل مناقصة ما يقول لناش أصل أنت مكون أصل أنت منتج محلي، وفي نظر الناس اللي موجودة المنتج المحلي ده منتج معيب. طب أقول لسيادتك كام واحد أنا شفته موجود في حتة معينة بياخد قرار في استيراد معدات زي دي موجود سواء في المعرض ده أو المعرض الاستيراد؟ ولا واحد. اللي موجود يا فندم بياخد قرار لو ما شافش ده هيقول لك إيه؟ هيقول لك الأجنبي طبعا. مين اللي يشوف ده هيجي يشتري؟ اللي بيشوفه مين بقى؟ يا قطاع استثماري يا قطاع خاص، يا مستثمر أجنبي بيجي يعمل شغل في البلد فبيجي ياخد منك. يعني أنا بتكلم دي معدات توفر على الدولة مليارات. صحيح. وخلي بالك برضو أنا مش بقول ده نسكو لوحدها كده، لأ لأ، ده في شركات تانية كتير في مجالات تانية عدة كتير برضو بتعاني من نفس اللي احنا بنعاني منه ده. طب ليه يا أخوانا؟ قولك أصلا أنا مش عايز أجرب. أنت هتجرب إيه؟ دي معدات متجربة شارين مصانع تكلفتها بالمليارات من 10-15 سنة. ايه ده معدة موجودة في مصانع شغالة بقالها 15 سنة؟ حضرتك اللي عامل القناة للسكر هتجرب. انا عامل اسكندرية للسكر، عامل معدات التداول والنقل كلها معدات موجودة بقالها اكتر من 12 سنة شغالة. 12 سنة شغالة هيفي ديوتي 24 ساعة، معدات شغالة 24 ساعة في اليوم. هتجرب في مين؟ هذه التكنولوجيات والمنظومات الهندسية مصر تقدر تصدرها لبره. انا بحضر المعرض بتاع المعدات والآلات الزراعية في هانوفر في ألمانيا، وبشوف التكنولوجيا اللي موجودة في ألمانيا والفينيشنج وتشطيب المعدات وبتاع. احنا المعدات بتاعتنا دي لا تقل عن الفينيشنج والتشطيب والجودة بتاع أرقى 5 شركات موجودين في العالم. واحنا إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل هيبقى لنا شوروم إن شاء الله بإذن الله في أحد الأماكن المهمة في ألمانيا عشان برضو نعرض المعدات بتاعتنا ويبقى في ألمانيا. في ألمانيا إن شاء الله بإذن الله. من الأجنحة اللي كنا لازم نقف عندها شركة أطلس للحلول الصناعية، متخصصة في سيور خطوط الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل وغيرها، هي قصة نجاح لثلاث مهندسين شباب زي الورد محمد همام وأحمد دسوقي ورجب الصفتي، وبدأت من حوالي 4 سنين باستثمارات ما تعديش 60,000 جنيه، ولكن لأنهم جدعان بجد وبيراعوا ربنا في شغلهم حققوا نجاح كبير جدا. تعالوا نقابل المهندس محمد همام رئيس شركة أطلس للحلول الصناعية. حضراتكم متخصصين في السيور، أي مصنع على وجه الأرض محتاج سيور احنا بنعملها له لنقل الحركه من مكان لمكان. بدانا من امتى؟ احنا الحمد لله ابتدينا سنه 2018. ثلاث اصدقاء محمد همام، احمد دسوقي، رجب الصفتي. احنا الثلاثه اتقابلنا مع بعض وتعرفنا على بعض من خلال الشغل، والحمد لله كملنا وبدانا من تحت الصفر الحمد لله. احكي للناس، خلي الناس تفهم انتوا عملتوا ايه، مش بتقول لي تعبنا؟ احنا تعبنا فعلا. طيب احكي لي بقى تعبنا ازاي. والله احنا كنا موظفين عادي في مصنع، وكنا شايفين ان السوق محتاج ان احنا نقدم الخدمه ديت على السوق، يقدر يستغل المعرفه اللي عندنا وان احنا نقدم منتج محلي. فاحنا ابتدينا بمبلغ بسيط والحمد لله فتحنا الشركه واشتغلنا الحمد لله ال4 سنين دولت، ربنا كرمنا ودخلنا مصانع وأسامي كبيرة وحققنا فيها نجاحات، والحمد لله دلوقتي في مصانع بقينا احنا بالنسبة لها رقم واحد. أنا عجبني إن الخط ذكي جدا لأنه طويل جدا، ومع ذلك كله ملفوف حوالين بعضه عشان خاطر يقلل المساحة، مش كده برضو؟ نقطة يعني ملاحظة حضرتك ملاحظة مظبوطة، هي الجزئية دي بنسميها ألباين سيستم. ده ليه وظيفتين بمعنى أصح. أول وظيفة إن هو بيطلع الكراتين من دور لدور، وتاني وظيفة إن هو بفر بمعنى إن هو تقدر تجمع عليه لو أنت ما عندكش مساحة تجميع كبيرة ومحتاج تجمع على السيور فأقل مساحة ممكنة تعرف تستغلها وتعرف تعمل عليها أكبر كمية تجميع ممكنة. فدي ملاحظة حقيقية، ده سيستم بيتباع للبفر للتخزين ولنفس الوقت تطليع وتنزيل المنتجات. نسبة المكون المحلي في الخطوط اللي حضراتكم بتعملوها
الشباب الواعد الصاعد المهندسين العباقرة الحمد لله كام؟ لا الحمد لله في مثلا سرور زي سرور الرولات نسبة التصنيع المحلي فيها بيكسر 95%، يعني زي اللي قدام حضرتك ديت دي سرور الرولات دي بتكسر 95% بفضل الله. سرور الموديلر تشين زي اللي موجودة قدام حضرتك اللي معمول منها الألباين ممكن يوصل المنتج المحلي فيها ل 80-85%، والنسبة بنزودها مع الوقت. لما أنا صاحب مصنع بستورد الحاجات دي من بره بدفع كام؟ ولو أنا خدتها من حضرتك هدفع كام؟ بنفس جودة وكفاءة المستورد ويمكن أكتر. أنتوا مهندسين ميكانيكا يعني أنتوا عباقرة في هذه الصناعة يا جماعة. لو هتيجي مثلا لو هنفترض أن الحاجة هتيجي من أوروبا فما لا يقل عن 4 أضعاف. 4 أضعاف؟ 4 أضعاف. يعني أنت تديني الحاجة ب 25% من ثمنها من أوروبا؟ إن شاء الله. طب أصحاب الصناعة بيحسبوها إزاي؟ يعني ان هو يضطر ان هو يتكلم شركه المانيه ولا تركيه عشان تورد له الخطوط دي، بيحسبها ازاي وهو عنده هنا ب 25% من تكلفتها؟ والله يعني انا اقدر اقول ممكن هو دي مشكله عندنا احنا، لان احنا ما عرفناش نوصلهم في الوقت المناسب. بس برضو احنا زي ما بقول لحضرتك في السوق بقى لنا 4 سنين، عملنا مشاريع كبيرة والحمد لله نجحنا فيها، والمصانع اللي اشتغلت معانا الحمد لله بتشكرنا لغاية دلوقتي. فلسه احنا عشان كده نزلنا المعرض ان احنا بنحاول نوصل للسوق المصري ان احنا موجودين ونقدر نوفر لكم ونعمل لكم الشغل اللي انتم محتاجينه بأعلى جودة واحسن سعر. رايحين على فين؟ فرحني. احنا واحدة واحدة بنخرج دلوقتي بره منطقة ان احنا بنصنع سيور، بس احنا الحمد لله فكرنا واشتغلنا على منطقة ان احنا عايزين نعمل سورتنج او نظم تحكم في الخطوط، زي ان احنا بنوزع المنتجات بنظام اوتوماتيكي وكنترول وبي ال سي، بيعمل اسكان للمنتج وعلى اساس الاسكان الاشاره الاسكان بيطلع يروح لوحده الكنترول تحلل البيانات وتعرف على المنتج وتحدد المنتج ده مساره هيبقى ايه، فيبتدي يتوزع اوتوماتيكي. فده حققناه، ودلوقتي برضو احنا حققنا ان احنا بنعمل منظومة برضو اوتوماتيكية بتعمل تقارير للانتاجية بتاعت المصنع وردية بوردية بدون تدخل بشري، ده بيحصل اوتوماتيك، وده الحمد لله حققناه ونجحنا فيه. التطلع اللي بعد كده ان شاء الله ان احنا نعمل نظم فحص اوتوماتيك في كذا طريقة، خلينا في بالوزن ده حاجة كومن جدا، في لو في روايش او مثلا المنتج او دواء او علبة اكل وقع جواها مسمار لأي سبب ان كان او اي حاجة، بيبقى في حاجة اسمها ميتال ديتكتور مستشعر بالمعادن بيستشعر المنتج ده ان هو فيه، هو المفروض منتج زي ما بيبقاش فيه معدن فيروح طرده لوحده. وفي النظام الثالث اللي احنا ان شاء الله بنزلنا نشتغل فيه وهنكمل فيه بس ممكن ياخد مننا شوية وقت، ان احنا باستخدام الكاميرا والذكاء الاصطناعي لو خدنا مثال مثلا ازازة المية، تمام، خط انتاج بيطلع ازاز مية، فلو نفترض في ازازة طلع الغطاء مش مربوط او مش موجود او اللزق اللي عليه التعريف بتاع اسم الشركة او اللوجو او مش موجود، او الازازة مش مليانة على الاخر مليانة نصها، الكاميرا بتعرف تقرأ الكلام دوت وتشوف وتعرف الغلطات وعلى اساسها بتحدد العيب وبتبتدي ترفض المنتج وتخرجه بره خط الانتاج اوتوماتيك من غير ما يبقى في حد قاعد كل شغلته انه هو يتابع الكلام ده. وده بيبقى ميزة في بالذات للمصانع اللي انتاجيتها عالية جدا، اللي هي ممكن توصل لمثلا اكتر من 150-200 حتة في الدقيقة، دي العامل البشري لوحده مش هيعرف يغطي، وخصوصا الصناعات الغذائية والادوية كمان بيطلعوا كمية انتاج كبيرة في وقت قليل، فبتبقى محتاج للتدخل البشري لوحده ما بيبقاش كفاية. فعشان كده بيبقى فيه النظم اللي هي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى الكمبيوتر علشان تبقى اسرع وتعرف تغطي وتعلي كفاءة المنتج. فاحنا طبعا الانظمة دي مش هقول انها مش موجودة، لا هي موجودة برا، بس احنا بنحاول ان احنا نشتغل عليها ونحققها محلي. في معرض الصناعة في جناح يفرح بجد، ميديكو للأبواب المصفحة، قابلناهم قبل كده في مصنعهم بالعمرية في محافظة اسكندرية في برنامج الجدعان ورصدنا حكايتهم. أسس المصنع الحج رجب الدسوقي كأول مصنع مصري للأبواب المصفحة باستثمارات 150 مليون جنيه، وفعلا
مواصفات الأبواب مختلفة عن المستورد وأجود منها 1000 مرة وبضمان 10 سنين، وبينتج شهرياً آلاف الأبواب المصفحة بتصميمات مختلفة أكتر من روعة، وكل اللي طلبه حماية منتجه الوطني من الإغراق بأبواب مصفحة رديئة جداً. يعني المطلوب مواصفات محددة، واللي يقدر يحققها أهلاً وسهلاً بيه في السوق المحلي، وده دور مهم لوزارة التجارة. تعالوا نقابل أحمد رجب الدسوقي اللي فاجئنا بنجاحهم في تصنيع أبواب مصفحة مضادة للحريق ومعتمدة ومختبرة دولياً من UL Listed. برافو بجد أحمد رجب الدسوقي. والد حضرتك دخل بمصر كلها عصر صناعة الأبواب المصفحة، حضرتك خدت المجموعة ودخلت بيها عصر صناعة الأبواب المضادة للحريق، صناعة كبيرة جدا مصر كانت محتاجاها، ونجحنا إن احنا نوطن هذه الصناعة في مصر. طمني على المصنع في اسكندرية، زرناكوا قبل كده وفرحتونا، فرحنا زيادة. رايحين لفين؟ احنا عملنا تطوير في المصنع من حيث المكان، زودنا المساحة بتاعتنا 60% في نفس المكان، يعني المصنع كبرنا، عملنا جبلونات جديدة على أساس إن إحنا نعمل أبواب الحريق. لما عملنا أبواب الحريق كنا بنعملها بدون شهادة اعتماد، النهاردة إحنا عاملين الباب معتمد شهادة UL، شهادة UL الأمريكية. بنعمل الباب الضرفة وباب الضرفتين، بنخاطب بيه مزيد من المشاريع، هو ده عشان السيفتي وعشان الأمان. الباب ده فيه ميزة ممتازة عندنا، ان احنا بنعمله كله 2 ملي، والصاج بتاعه كله بيجي من هنا من مصر، والكالون ان شاء الله والمفصلات برضو نجيبها من مصر، يعني هو تقريبا بيوصل 95% منتج محلي. هو انتوا عودتونا ان انتوا تعملوا الحاجة وبتدور على اللي يكملك في مصر هنا. طبعا انت قعدت مع شركات وطنية بتصنع المفصلات. طبعا قعدنا مع شركة الأهرام وزرناهم في مصنعهم وقدمنا لهم عينات، وبنتواصل معهم وإن شاء الله يعني خير، هم وعدونا الأسبوع ده هيقدموا لنا عينات مناسبة للباب الحريق والباب الشقة. مميزات الباب ده إيه بقى؟ مميزات الباب إن الصاج بتاعه 2 ملي ومجلفن، وده بيخلي الباب عمره الافتراضي أعلى كتير. تاني حاجة، إحنا المنتج الإنسوليشن الداخلي أو الحشو الداخلي للباب ده صوف صخري، وبنجيبه من هنا برضه من مصر. طبعا ده يعني احنا شركاتنا الوطنيه بتنتج الصوف الصخري، وفي مقدمتها دكتور كمال الدسوقي روكال، واحنا بنجيب من الدكتور كمال، واحنا يعني هو المورد الوحيد لينا. وصلنا بطاقه الانتاج قد ايه النهارده، والتحديث المكن الجديد اللي جاي اكيد ده خلاك تجيب مكن جديد؟ احنا بالفعل جبنا في مكانتين اساسيتين عشان نطور بيهم الصناعه بتاعتنا ويكون الجوده بتاعتها اعلى، مكنه ليزر ومكنه بنش. من مفاجآت المعرض الصناعي الحقيقية سوق أدري، ده أول سوق تجاري حديث على الطراز العربي في شارع الجمهورية، منظومة متكاملة حديثة وراقية جدا لتوفير كل احتياجات الصناعة في مكان واحد، وبيدار من خلال منظومة تشغيل حديدية، وبيقوده محترفين في إدارة المجتمعات زي الكرة السكنية والمشروعات الإدارية والتجارية الشهيرة في مصر، وباعوا 60% من وحداته. طبعا موقعه مميز جدا. صاحب الفكرة أحمد أدري، رئيس شركة أدري للتطوير، تعالوا نقابله. سوق أدري في شارع الجمهورية، عدد ضخم جدا من المحلات، تمام، لبيع المعدات والآلات، صح كده؟ مظبوط. الفكرة دي جات لك منين وفي وسط البلد؟ احنا بفضل الله من اكبر معارض العدد والالات في شارع الجمهورية، وبعدين البيزنس فاميلي بتاعنا توسع في مجال التطوير العقاري، فبناخد العقارات القديمة وبنعمل فيها مناطق تجارية. قدرنا بفضل الله خلال الفترة اللي فاتت ان احنا نعمل فكرة سوق أدري.
كان الفكرة بتاعت ان العميل يقدر يلاقي احتياجاته في مكان واحد، مكان يقدر يتسوق منه كل الخدمات، المعدات والخدمات الصناعية، الحاجات السيفتي وكل ما يخص المصانع من منطقة واحدة. نظام سوق متكامل بيجمع فيه كل التجار بنظام تجارة منظمة بواجهات محددة، وده توجه إعادة تاريخ بتاع القاهرة الخدوية وإعادة الفكر التجاري تاني في منطقة وسط البلد. انت جزء من خطة تطوير القاهرة الخدوية، خلي بالك اللي انت عامله ده. انا على فكرة متابع جيد جدا لمشروعات الدولة في تطوير القاهرة الخدوية، ويمكن عندي تطلعات اكتر وافكار كتيرة لفكرة تنظيم القاهرة الخدوية. ان شاء الله يكون لينا نصيب يعني في تطوير اكتر من حاجة في منطقة وسط البلد خلال الناس الفترة الجاية. الناس بتدخل وسط البلد يعملوا فندق، يعمل اوتيل صغير، احنا ميزه ده اللي بنشوفه. ميزة لكن انت عامل مختلف. ميزه سوق ادري طبعا المنطقه هناك محتاجه خدمات تجاريه كتيره. الفكره ان احنا استخدمنا التراث واستخدمنا في المول الخامات والادوات اللي تساعد الناس كانها داخله مكان تراثي، وفي نفس الوقت بشكل منظم جدا يقدر يبيع فيه السلع بتاعته بشكل محدد. يمكن في عماير كنت انا في رحله لباريس قريب، ونفس العماير هي بنفس المهندسين تقريبا، كنا اجمل من باريس، وان شاء الله نرجع ونبقى احسن بكتير خلال الفتره الجايه. ولكن نظره سريعه لتطوير واعاده ترميم القاهره بشكل نقدر نرجع بيه السياحه، لاننا دوله يعني على تاريخ كبير جدا جدا جدا، باثر بسيط بعماير موجوده هي اللي بتحكي تاريخنا. واجهت ايه تحديات؟ التراخيص كانت سهله، الاثار عملت معاك ايه؟ مشروع القاهره الخدويه ساعدك ازاي؟ الموضوع ما كانش بالسهل خالص طبعا، خاصه ان المنطقه حساسة قديمه جدا. منطقه حساسه، احنا فكره المكان حافظنا بيها على كل المنشات المجاوره، حافظنا بيها على ان احنا نقدر نستخدم مكان كان مهجور مهمل جدا لمكان يعني مش عشان الشركه عندنا هي اللي عاملاه، لكن فعلا بفضل الله تقدر تفتخر بان مكان زي ده موجود في مصر. احنا عرضنا الفكره، احنا بالمناسبه الشركه عندنا هي مجموعه من الشباب بنسمع بعض، حتى التقسيم والدخول والخروج، وكان ان احنا ناخد قرار بان يبقى الديكورات على نظام القاهره الخدويه هي احياء للتراث، ودي ان شاء الله تكون توسعات الشركه في مشروعات تانية ليها علاقه بالتراث. تعالوا بقى نقابل مروان ابو حسين مدير شركه كوميرشال استيت، وهي متخصصه في توفير الوحدات والاراضي الصناعيه لكبرى الشركات العالميه في مصر، عشان نفهم ضوابط اختيار المناطق الصناعيه اللي ممكن نشتغل فيها. مروان ابو حسين، حضرتك مدير شركه كوميرشال استيت. تمام. انتم متخصصين في توفير او تحقيق احلام اي مصنع. مظبوط. انا كمصنع عايز اعمل مصنع. مظبوط. وجيت لحضرتك مدير شركة كبيرة جدا متخصصة في توفير الوحدات الإدارية والصناعية وخلافه. أكيد. أنت ترشح لي مطور صناعي ولا ترشح لي هيئة التنمية الصناعية؟ هيئة التنمية الصناعية هي اللي بتقدر تساعد المطور، إن هي اللي بتوفر له الأرض. المطور أي نعم هو بياخد الأرض، فبيقدر إن هو يطورها وبيعمل إنفراستراكشر محترمة ليها. فأنا النهاردة أقدر أتجه على اللي هيبقى مناسب ليا، المناسب ليا اللي هيحقق لي الاشتراطات اللي أنا هقدر أستخدم فيها الصناعة بتاعتي. هو أصلاً المطور شريك للتنمية الصناعية. هو المطور شريك للتنمية الصناعية، عشان التنمية الصناعية هي اللي بتوفر له الأماكن للأراضي، وهو اللي بيخش يطورها ويعمل لها الانفراستراكشر المظبوطة. فبالتالي أنا ببتدي أتجه للي يقدر يساعدني في السباكس اللي أنا أقدر أحتاجها للمكان. المطور النهاردة بيدخل المنطقة الصناعية دي بيحط استثمارات ضخمة جدا. تمام. لاندسكيب ومش عارف وبنية أساسية. وبنية أساسية ومناطق عايشة وبحيرات. إحنا وصلنا لفين النهاردة في المنطقة الصناعية؟ ده بقى فيها مدارس. وصلنا للمناطق الصناعية، إن هي مناطق الصناعية دلوقتي سكنية. بقت فيها مناطق سكنية، بقت فيها مناطق بنوك، بقت فيها نوادي، بقت فيها مناطق زي المستشفيات. النهاردة المنطقة الصناعية اختلفت تماما عن المناطق الصناعية اللي احنا كنا بنتخيلها زمان. دايما اما تيجي تكلم مصنع يقول لك هات لي الارض وانا اشتغل. صح. ما كنتش قادر تحقق الاشتراطات. عندنا أزمة في الارض النهارده في توفير مناطق صناعيه او ارض في منطقه صناعيه. النهارده بقت اسهل بكتير جدا، ونقدر ان احنا نبقى فيما بعد نقدر ان احنا نوري الناس ازاي المناطق الصناعيه دي شكلها اختلف، عشان يمكن الناس ما بقتش شايفه بعينيها المناطق الصناعيه عامله ازاي. لكن بالتالي احنا النهارده بقينا بشكل مختلف تماما، بقت مصانع عندنا موجوده مصانع بسبيكس عالميه. فاحنا النهارده الحمد لله وصلنا للنقطه اللي احنا كان نفسنا نوصل ليها من زمان. أعرف منين كرجل صناعة إن المنطقة الصناعية دي سعرها مناسب مش مغالى فيه؟
بص حضرتك، احنا بيبقى دورنا في الماركت ان احنا كشركات شركات تخصصنا في الموضوع ده ان احنا اللي بنعمل السيرفي، فالسيرفي بيبقى بالنسبه للناس واضح ان المنطقه بتبقى بالماركت برايس. في ناس بتطلب اسعار عاليه، بس الاسعار العاليه دي ما بتبقاش ويزن بادجت او ويزن بادجت لاي اقصد للمستثمر اللي موجود، فبالتالي هو بيبقى حد شايف ان المكان بتاعه يستاهل اسعار غاليه جدا وهو مش في الماركت السعر ده. فاحنا كدورنا كشركه ريل استيت متخصصه في الموضوع ده ان احنا بنقدر نقنع السيلر نفسه، صاحب المكان، البائع نفسه بالسعر المعقول وبالحاجات بالواقع بالعقود اللي بننفذها اللي موجوده في نفس منطقته. لما بروح ازور منطقه صناعيه بيلفت نظري قوي الزرع، مظبوط، مناطق ترفيهيه، مطعم شكله حلو، صح، التشغيل بتاع المكان، الحفاظ على الكوميونتي كله، مظبوط، صح. ده اللي المطور بيقدر يا فندم يوفره، بتبقى شركات الفاسيليتي مانجمنت عنده بتدير الموضوع باسلوب مظبوط. يعني بقت النهارده الشركات دي هي شركات اداره الفصل، مظبوط، في نجاح المنطقه الصناعيه دي من عدمه. احنا النهارده بنقدر بالمطورين وبنقدر بالاداره التشغيل ان احنا نقدر نخلي المناطق دي تقدر تدار صح، تقدر تبقى بيئه عمل مناسبه، وبيئه عمل تبقى تقدر توفر للانسان اللي موجود فيها ان هو يقدر يتعايش فيها. اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس المخضرم اسامه ابراهيم عبد المعطي، رئيس الشركه المتحده للماكينات، وطبعا ما ترددناش لحظه في لقائه. هو بيصنع بمكون محلي 95% حوالي 32 ماكينه لورش النجاره زي المنشار والمنشار الصينيه والحليه والرابوه والتخانه والمنقار بونتا وسن كثير وبجوده الماكينات الايطاليه، تخيلوا. وانقذ مصنع عملاق من الانهيار بعد 30 سنه تصنيع للمعدات وتوقفه فعليا من حوالي سنتين، وحافظ المهندس اسامه ابراهيم على العماله وحفزهم وانتج ماكينات مرة تانية وخطوط لأول مرة تتصنع في مصر، وسندوا اليمين والشمال بعد ربنا أولاده أحمد وعمر ووسام، ربنا يحفظهم جميعا. وبالمناسبة عنده تحديات كبيرة جدا، والسيد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سهل جدا يساعده، ركزوا معاه. مهندس أسامة إبراهيم عبد المعطي، أهلا وسهلا. عملت اللي عليك وزيادة، عدت تشغيل مصنع الوحيد في مصر اللي بيصنع كل معدات وميكانه ورش النجاره. الصوره النهارده عامله ازاي؟ بنصنع كم معده؟ القدره على منافسه الماكينات الايطاليه عامله ازاي؟ احكي لي. النهارده احنا خدنا بدانا تشغيل المصنع من 4 شهور تقريبا، قعدنا رفع كفاءه الماكينات كلها بالكامل، حدثنا كل الماكينات بقت تنافس المكن الايطالي اللي انا بستورده، عملنا سجل تجاري وعملنا بطاقه ضريبيه ماشيين في اجراءات الترخيص. لكن انت عارف العوائق اللي بتقابلنا في اجراءات الترخيص. عندنا بنصنع ماكينات ايه؟ عايز اسمع. بنصنع ورش ماكينات رابو، ماكينات تخانه بمقاسات معينه، كل مكنه او كل اسم مكنه له مقاسات مختلفه. بنصنع منشار راسي، بنصنع منشار افقي سطح، يعني بنصنع بخرطة بتاعة الأخشاب، بنصنع أفران دهان للخشب، بنصنع مكان CNC اللي هو مكان راوتر CNC، كل حفر الخشب، حفر على الخشب. عملت كل حاجة، كل ده يعني نسبة 95% محلي و 5% مستورد اللي هو الموتور. طبعا عندك 25 عامل كانوا موجودين في المصنع. الناس دي تعذبت كتير جدا. ايوه، حضرتك حافظت عليهم لان هم ذهب. عملت معاهم ايه؟ احكي لنا. احنا قمنا بسداد كل التامينات اللي كانت على عماله من 7 سنين صاحب المصنع القديم ما كانش بيسددها، سددناها بالكامل عشان الناس دي، العماله دي لازم يكون لها حقوق محفوظه. التامينات افرض عامل اصيب، عامل حصل له حادثه، انا المتكفل بيه، فلازم كنت امن عليه. للاسف الورق رايح من تامينات العاشر للوزارة بقاله أكتر من 3 شهور ونص أو 4 شهور وما أخدوش ولا قرار لغاية دلوقتي. معلش، خليك في ظهر العمالة بتاعتك وحافظ عليها، دول الذهب بتاعك. نعم. عشان تطلع النهاردة عامل يقدر يصنع ماكينة زي دي، ده شيء صعب جدا، تفريخ العمالة صعب جدا. أحلامك أنت، أنت عايز، بص ربنا يديك الصحة وعمرك ممتد كمان في أولادك. أنا حضرتك وأنت أولادك ذهب وحابين الصنعة. حضرتك انا مش ما عملتش الحاجه دي عشاني، انا ما عادش في العمر عندي بقيه، لكن انا عملته عشان اولادي. انا عملته عشان عندي اولادي شباب صغيرين
هم والموضوع ده المشروع ده باسمهم هم، المصنع ده باسم اولادي. مش هم اللي ساعدوك تطور المكن تخلي احلى من الايطالي؟ المكنات موجوده، هي خير شاهد وخير دليل. اي حد يجي يتفرج ويشوف هيلاقي ما فيش مقارنه. احنا بنبيع الحاجه ب 30% من سعر الايطالي وبنكسب. انتوا صناعه محترمه. لازم نتحرك فورا عشان نواجه تحديات القطاع الصناعي ونلاقي حلول ليها، ونشتغل على قانون أفضلية المنتج المحلي ليه الأولوية، ونساعدهم على توطين الصناعة، وندرب العمالة، وندرس موقف كل مصنع مغلق أو مهدد بالإغلاق. وبالمناسبة الصناعة المصرية كلها في انتظار الاستراتيجية اللي أعلنت وزارة التجارة والصناعة إنها بصدد إصدارها خلال 3 شهور للنهوض بالقطاع الصناعي. هو أحد أملنا للنهوض باقتصادنا.